التخييم على شاطئ البحر والاستمتاع بزرقة المياه متعة لا يعرفها إلا عشاق التخييم الذين حجوا من مختلف الولايات إلى شاطئ أجلة بولاية تلمسان من أجل أكبر تخييم شبابي حر. نحضر في الطبعة الثانية للتخييم الوطني اللي نظمها قطاع الشباب والرياضة لولاية تلمسان. هذه الدورة تقام أو هذه الطبعة تقام على مستوى شاطئ أجلة التابع لدائرة هنين. شاطئ جميل جدا وأنتم تشاهدوا في هذه الأجواء الرائعة اللي يعيشوها الشباب المشاركين في هذا التخييم واللي بلغ عددهم 680 مشارك. تبادل الأفكار والخروج من ضغط الحياة اليومية هو ما دفع المئات للمشاركة في هذا الحدث الشبابي الذي يسهر على تأطيره إطارات لها باع في تنشيط المخيمات ببرامج ترفيهية مختلفة. بالنسبة لي أنا سي لا بخومييغ فوا نشارك في تخييم حر يعني مرفا اون فامي نخرج، مي الحمد لله سي بيان باسي، كاين الأمن الحمد لله، ميم كاينة جروبمون تسمى ميم تتعرف على ناس جدد، تتعرف على تجارب جديدة. هنا شاطئ أكلة خرجنا شوية مسترسة امتحانات بعد ما كنا مسترسين شوية واليوم كما راكم تشوفوا معنا أنا في شاطئ أكلة. احنا كمنشطي مخيمة صيفية كان لنا الشرف باش نكونوا متواجدين في هذا التخييم لتقديم بعض النشاطات الترفيهية. هذه فرصة مكنت عديد الشباب من مختلف ربوع الوطن من التعارف ومبادرة مليحة، ونشكر القائمين على هذا العمل. تخييم حر جمع العائلات الكبار والصغار تحت راية الاكتشاف والمغامرة من أجل تغيير النفس.